محمد طه مراسل اون تايم سبورتس من الدوحه. اين انت يا محمد؟ وكلمني عن المشاعر المغاربيه والعربيه. كل التحية ليك يا أستاذ لميس طبعا، وكل التحية لمشاهدينا. هي ليلة للتاريخ لكل العرب وللمغرب وكل الوطن العربي بالتأكيد. يعني ما حققه المنتخب المغربي اليوم يجعل الجميع يفخر بما قام به اللاعبون وأيضا الجهاز الفني الوطني للوصول لهذه المرحلة. لا مكان هنا في الدوحة إلا وبه احتفالات في كل مكان، يعني في كل بقعة هنا في قطر مجموعات كبيرة جدا من الجماهير المغربية والجماهير العربية من كل الجنسيات اللي بتحتفل بهذا الإنجاز التاريخي الغير مسبوق للمنتخب المغربي بعد كل النتائج التي حققها والأرقام التي كتبها أيضا للتاريخ في مونديال لكرة القدم. أيضا للحديث أكثر يسعدنا أن يكون معنا الصحفي المغربي مهدي صوابن. مهدي، أولا برحب بك، كل تحيات من مصر والأستاذ لميس وكل الشعب المصري والعربي. اليوم فخور بما قدمه المنتخب المغربي. ما قام به وليد الركراكي هو إنجاز، وهو يعني يمكن قال ذلك في المؤتمرات الصحفية: أحلم بأن أحقق كأس العالم ويصل خطوة تلو الأخرى. اولا لازم اشكر الاعلام المصري، اعلام دوله مصر الشقيقه، على اهتمامه الكبير بكاس العالم رغم غياب منتخب مصر الكبير. الاعلام المصري اكد اليوم بان الامه العربيه تشكل وحده واحده. بالنسبه للمباراه سنقسمها الى قسمين، قسم عاطفي وقسم تكتيكي. بالنسبة للقسم العاطفي، المنتخب الوطني المغربي كسر كل الأرقام القياسية، بات أول منتخب عربي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم وكسر هذه العقدة، كذلك أول منتخب إفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم الذي ظل عصيا على المنتخبات الإفريقية التي بلغت هذا الدور. بالنسبة للشق التكتيكي للمباراة، كابتن وليد الركراكي أدار المباراة باقتدار كبير، ظل وفيا لنهجه التكتيكي 4-1-4-1، لعب بدفاع متأخر وهذا يخيف الجماهير، لكن وليد دائما ما يرجع لهذه الخطة وحقق بها السنة الماضية عصبة الأبطال الأفريقية ضد الأهلي المصري. وليد الركراكي ألح على اللاعبين بعدم ترك مساحات. المنتخب الوطني المغربي لعب بخطوط متقاربة جدا. الشيء الجميل اليوم هو أن كرة القدم أثبتت في العصر الحالي أن المنظومة الدفاعية هي التي تمنحك النتائج عكس حقبة السبعينات والثمانينات. إذا لديك منظومة دفاعية قوية ستحقق اللقب وتذهب بعيدا في المنافسة. المنتخب الوطني المغربي رغم الغيابات بسبب الإصابة، غياب اللاعب نايف أكرد، غياب مزراوي ظهير باير ميونخ الألماني، لم يتأثر. يعني كان هناك تخوف من ارتباك في الخط الدفاعي بدخول جواد يميغ كلاعب رسمي، يحيى عطلية الله مكان مزراوي كظهير ايسر، راكم خبرات في عصبة الابطال لكن ليست لديه خبره في كاس العالم. المنتخب الوطني المغربي استمد قوته في كاس العالم من مستودع الملابس. وليد الركراكي تكمن قوته في جعل محيط المنتخب نظيف عكس حقبه وحيد خليل الزيش. لذلك هو قال في المؤتمر اليوم بعد نهايه المباراه: نحن عائله. مصطلح العائلة دائما ما يريحك. لما شفت لاعبين الاحتياطيين ليس هناك اختلاف سواء بين الاحتياطيين أو الرسميين. الشيء الجميل والذي يثلج الصدر أن خط دفاع المنتخب الوطني في 30 دقيقة الأخيرة لعب بلاعبين محليين، يعني بدر بانون نعرف الجميع كان لاعب الأهلي لكن منتوج للبطولة الوطنية المغربية، جواد يميق منتوج أولمبيك خريبكا، يحيى عطية الله منتوج أولمبيك آسفي. إذا وليد الركراكي استطاع أن يخلق مزيج من اللاعبين المحترفين الكبار، إضافة إلى ذلك أيضا أنه في لاعبين لم يكونوا متواجدين من السابق في المنتخب المغربي. حكيم زياش كان رافض حتى وقرر اعتزاله والعودة مرة أخرى، فالروح التي صنعها وليد الركراكي. عبد الرزاق حمد الله وحكيم زياش كان مغضوب عليهم. شفت حكيم زياش يقدم أفضل مستوياته في التنشيط الدفاعي. نعرف حكيم زياش من اللاعبين البريستيج كما نقولوا، يلعب واقف ما يتحركش. حكيم زياش غير مفاهيمه الشخصية 180 درجة في كأس العالم. المنتخب الوطني المغربي الآن يملك أقوى خط دفاع في كأس العالم، تسجل عليه هدف واحد، والهدف اللي تسجل عليه كان من نيران صديقة لنايف أكرد في مباراة كندا. كيف ترى القادم وهذه الخطوة إلى المباراة النهائية والحلم الذي أصبح ليس حلم وطني العربي فقط ولكن كل العالم بالتأكيد لما قدمه المنتخب المغربي، خصوصا المنتخبات الأوروبية والصحافة الأوروبية والعالمية تتحدث اليوم عن المنتخب المغربي وما قدمه من دور المجموعات حتى الآن، وهناك
من جنسيات ليست عربية يدعمون المنتخب المغربي الآن؟ في كرة القدم لا شيء مستحيل. المنتخب الوطني المغربي حقق الأهداف المسطرة وأكثر، إذن سيلعب مباراة نصف دون ضغوطات. اليوم كان شهدنا كان ضغط رهيب على المنتخب البرتغالي، لما يمر الوقت يرتكبون أخطاء في التمرير. المنتخب الوطني المغربي ليس لديه ما يخسره، وهذا عامل إيجابي بالنسبة للشق السيكولوجي للاعبين. اللاعبين ذهنيا لعبوا بشكل عادي. المنتخب الوطني المغربي سيخوض مباراة نصف نهائي بدون ضغوطات، خسر أو فاز ما فيش مشكل، وأنا لدي إحساس أن المنتخب الوطني المغربي سيقدم مباراة كبيرة في نصف النهائي. شكرا جدا وبالتوفيق إن شاء الله. الشكر لك وتحية للإعلام بدولة مصر الشقيقة. شكرا لك، ربنا يخليك.